يقول السائل: هل الأجر في صلاة الجنازة على عدد الجنائز أو على عدد الصلوات؟ فضل الله واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: القيراط مثل جبل أحد. فهذا أجر عظيم، ويحصل إن شاء الله لك بكل جنازة، يحصل لك هذا الأجر.